كان في مراسل من اربع مراسلين عظام، او يعني اربع متطوعين او اربعه من اللي بيشتغلوا في مبادره حياه كريمه، الحقيقه كانوا في منتهى الروعه الاربعه، كان منهم سيده كمان. فكان في شاب بدا يتكلم ويقول على الهوى، والرئيس قاعد والدنيا كلها بتذيع، وبصراحه رئيس بقى الفصل بايظ والتخت بايظه والتخت مش طبعا، فطبعا الناس اللي قال لك رئيس الدوله قاعد وتخت بايظه وده كلام، فشكرا جزيلا. قال لهم حاسبه، قال مش ده حال بلدنا؟ طب هسمعه واحنا هنتكسف منها ليه؟ ما هو ده اللي المفروض نصلحه. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو ده ونرجع نعلق عليه. احنا النهارده يا فندم موجودين في قريه النهايه مركز زيروت. قريه النهايه يا فندم تعدادها سكانها حوالي 10,000 نسمه، بها 1978 اسره. القريه بتفتقر لادنى الخدمات، فهي ما فيهاش غير مدرسه واحده بس ابتدائي. المدرسه عباره عن 6 فصول بس، كل فصل تقريبا ساعه الطلاب فيها، والكثافه الطلابيه 60 طالب. المدرسه على فترتين صباحي ومسائي. كمان بتعاني المدرسه يعني من التخت قديمه جدا، مدرسين يعني محتاجين مدرسين تاني. انا بشكرك، انا عارفه ان انا شفت. سيبوني نسمع، مش دي بلدنا؟ انا احنا نسمع من عشان وقت الجلسه يا رئيس، وقت حضرتك. لا يعني خلينا نشوف بلدنا، ما دي بلدنا، دي بلدنا. قول. القريه يا فندم كمان محتاجه مدرسه اعدادي ومدرسه ثانوي ووحده صحيه ومكتب بريد ومركز شباب. وكمان في حاجه مهمه جدا ان شاء الله هنشتغل عليها الايام الجايه، هي في بينها وبين القريه الثانيه مصرف صغير او ترعه صغيره، تقريبا عرضها 6 متر في 200 متر او 250 متر. دي ان شاء الله نحاول نغطيها لانها تقرب المسافه بين قريه النهايه وقريه المناشي اللي فيها تقريبا كل الخدمات، فده هيوفر على اهلنا كتير جدا في الخدمات اللي بينها وبين القريه الثانيه. القريه الثانيه بينها وبينها تقريبا يعني 500 كيلو او 500 متر اسف او 750 متر، فده هيوفر كتير على اهلنا ان شاء الله في القريه اللي احنا حاليا موجودين فيها. كمان يا فندم الحاجات اللطيفه جدا اللي بتقابلنا، ان مثلا في قريه النهايه واحنا موجودين احد الاهالي عرض علينا التبرع بقطعه ارض لبناء مجمع خدمات، وان شاء الله يتم عرض الموضوع على الجهات المختصه لاخذ الموافقه اللازمه ان امكن ذلك والبدء في المشروع باذن الله. كمان يا فندم حاجه اخيره عشان مش هطول لحضراتكم، ان حياه كريمه او مبادره حياه كريمه خلقت نقطه تواصل ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمحافظه والوحدات المحليه والوزارات المعنيه لخلق حياه كريمه لاهالينا في اسيوط، واتمنى يا رب دايما نكون لخدمه اهالينا في اسيوط. وشكرا يا فندم، واي اوامر. ده انا متشكر جدا، شكرا جزيلا، شكرا. شكرا لي. اللقطه دي بتبين كيف تدار الدوله المصريه الان. اللقطه دي وارتجاليه اللقطه دي تبين كيف تدار الدوله المصريه الان. رئيس الدوله قاعد، فالشاب طبعا يعني بقاله اكيد يوم ولا حاجه موجود في اسيوط، فعمال يشرح بقلبه، بيشرح الواقع. احنا محتاجين مدرسة ابتدائي، محتاجين مدرسة اعدادي، محتاجين مدرسة ثانوي، محتاجين مكتب بريد، محتاجين. ما هو الرئيس عارف واحنا عارفين، بس جرى العرف في بلادنا انه لما الرئيس يبقى قاعد الحاجات دي نخبيها شوية. قال له حاسب، طب انا اخبيها ليه؟ مش ده حال بلدنا؟ سمعونا يا عم، هو انا مش عارف انه ناقصني كذا وكذا وكذا؟ انا عارف انه ناقصني،